السلام عليكم. عودة إلى ملعب عنابة، حيث أن تم حاليا تجميع كل الألواح الأشعارية الإلكترونية حول الملعب، والعملية انتهت، تبقى ربما قضية تجارب. سوف نشاهد الألواح هذه في القريب العاجل، يعني في يوم أو يومين سوف نشاهد الصور بعد استعمالها، سوف نشاهدها بالصور إذن. وكذلك الملاحظ هو أنه عملية وضع الكراسي في المنصة الشرفية تقرب من الانتهاء، وبدون ما نتطرق إلى نوعية العشب الهاجين هذا اللي بنلعب عنابة، اللي راح في يعني في أوج الحالة تاعو، يعني حالة جيدة جدا. إذا الملعب دا يظهر يعني بصفة نهائية تاعو، واللي الحقيقة تقال ملعب رائع حقيقة. العمل هذا اللي قامت به شركة باتي ميتال وكل المشاركين يعني المساهمين في هذا المشروع، يعني عمل جبار، والنتيجة في مستوى الحمد لله أنه الملعب هذا الأشغال انتهت قريبا به. وسوف نشاهد فيديو آخر في المساء حول هذا الملعب بجوانب أخرى، سوف نشاهد جوانب أخرى من هذا الملعب. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. Thank you.